أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اليوم تم تنفيذ برنامج رعاية الأيتام، هذا بمشروع من الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بتنفيذ مؤسسة الوعي الذاتي للتجارة تحت إشراف الندوة العالمية للشباب مكتب تايلاند. الحمد لله، اليوم 100 يتيم يأتي ونقوم بتوزيع السلة الغذائية التي يتكون من الأرز والتونة ومكرونة والطحين وزيت والسكر، وأيضا من يعني دروس رسوم الدراسية للأيتام، وذلك يعني لمناسبة رمضان المبارك. ونحن باسم أهل القرية وباسم أهل أسر الأيتام نشكر للندوة العالمية للشباب الإسلامي، ونشكر المتبرع في دعم هذا المشروع المبارك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.